اهلا وسهلا. اهلين استاذ امجد. اهلا وسهلا فيك. اهلا بالمهلي. شو عم تساوي سهير عندك بالمكتب؟ عم تستقبل فاكسات وتبعت فاكسات. عم تستقبل. نعم. استاذ في فاكس لك. ايه ماشي. تبعت لهم فاكس بتقول فيه انا بعتذر عن الذهاب لعندهم لاني رح ساويها هون. طير تحرك. استاذ امجد، استاذ امجد، وصلني عروض باسعار جديده. حقيقه شاي هذا. شو هالاسعار هاي؟ ما عندهم اكثر من هيك اسعار. بعرف اسعارهم اكثر انا. يعني شو جاوبهم؟ جاوبيهم قولي لهم ما عندكم اكثر من هيك اسعار. وبقيه العروض؟ بقيه العروض هلا بتطلع عليها. ايه يعني روح اعملي فاكس بسرعه. روحي روحي اعملي لهم فاكس. روحي. ماشي. هاي اسعار هاي لا حمامة. شي بيضحك فعلا الله العظيم. لا اله. الو اهلين صفوقتي. هاي وصلتي وجايبتلك عروض بتطير العقل. حلو حلو كتير. وانا كمان قدامي هيك عروض بس ما كتير بتطير العقل. قولي لي حبيب، وصل جارنا حسان؟ لا، قالت أم حسان إنه اليوم المسا بيوصل على الشام. طول بجولته كتير ما هيك؟ إيه طبعاً بده يطول حبيبي، شو أنت مستقلة الدورة اللي بده يدورها؟ قلتي له يروح على اللاذقية؟ قلت له، قلت له يروح على حلب وحمص واللاذقية، وين بدك كمان؟ حلو حلو كتير، معناها بصير عنا أكتر من اختيار. ولا يهمك حبيبي، خلص على الغدا بنحكي. على ذكر الغدا شو رح تطبخي لنا اليوم من نفائسك؟ فريكة بالدجاج، سهلة وطيبة، شو رأيك؟ شو ما طبخت العمشة جوزة بيتعشى. باي صوص باي. سهير تعي لعندي إذا بتريدي. فوتي فوتي. خلينا بهذا. سهير الله يرضى عليك، بتتصلي بالدكتور سمير بتقولي له يزيد العرض تبعه ولا لك خليه ضعفه. ماشي؟ يعني هيك رأيك؟ هيك رأيي. بس لحظة 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 لحظة. ولا لك اعملي فاكس على أمريكا فورا قولي لهم يبعثوا لنا توب الأسعار اللي عندهم، توب العروض بدي. ماشي؟ ماشي. أقصى أسعار موجودة عندهم بشرط بتفهميهم إنه التنفيذ عندنا هون مو عندهم. حاضر. خدي باقي العروض. اهلين ابو حميد. شو صار معك امجد بي؟ درست العروض اللي قدمت لك اياها؟ اذا بدك الصراحه الصراحه. ايه سيد امجد، قل لي لشوف حتى ادارك العروض. يعني اسعاركم بلدي شوي. بلدي شوي؟ ما فهمت عليك. يعني شلون بدي فهمك اياها؟ اسعاركم متدنيه، بتخلي الواحد يشك بجوده الخدمات اللي انتم بتقدموها. هي اسعار خاصه لحبيب قلبي امجد. طلعت روحي وانا عم بقنع شركائي ليعطوني هيك اسعار. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. على كل الاحوال فكر منيح ودرس الموضوع وبقى خبرني. بكل الاحوال كتر الف خيرك وانا ما رح انسى ابدا لهفتك الي. شكرا كثير. يلا يلا باي. هاي الملف اللي طلبته مني. ماشي. إذا حدا سأل عني أو اتصل قل له الأستاذ أمجد بالبيت عم يفض العروض. حاضر أستاذ. أستاذ أمجد جاب فاكس من روسيا البيضاء. روسيا البيضاء ها. يا حبيبي شو هالعروض ها؟ شو بو أستاذ، هذا أفضل عرض تقدم لك. امسك امسك انقعوا لهالعرض وشراب ميته. مو الأستاذ أمجد اللي بيتحننوا عليه بهيك عرض، فهمهم بجواب على هالفاكس. يا أستاذ هن ما عم يقولوا لك هيك، عم يقولوا هي الاسعار رمزيه. مين انت لتفهمني انه الاسعار رمزيه ومو رمزيه؟ ولك مين انت بتفهم اكثر مني؟ شايف الاسعار وبفهم شو يعني رمزيه، بس مو امجد بيك اللي بيتحننوا عليه باسعار رمزيه، فهمت؟ ما في اصعب من العلقه مع مجنون. ليش كل هذا العصي؟ رح يجنني. وانا كمان. صرنا اثنين.
كيفك؟ لا لا ما في شيء، بس عم طبق الفريكة. ايه امجد كثير بحبها. بتعرفي ماما؟ كل ما بطبخ له اياها هو عم ياكلها بيقول لي ايمتى يا صرفوقه بدك تطبخي لنا فريكه مره ثانيه؟ بصير عقله فيها. لا بعمل سلطه. ايه لا هو ما بيحب اللبن قدامها. ها يمكن وصل ماما. ايه لساته مقرر بس ما بعرف وين. صفاء ايه صوص يعني هو اليوم لازم يحسم الامر. ايه ماشي صوص. يلا بخاطرك ماما. الله معك بالسلامة. صفاء ايوه شو صفاء بدي بوس ايدك لتجي؟ اوعك تقلي جوعان لاني هلا حطيت فريكي. ما رح اقول لك جوعان، بعرف اني متعبك معي انا بموضوع العروض، شو صار معي؟ شو امنت لك عروض بتطير العقل. بسرعة 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 جيبيهم يلا. هات صبي. هات على قد صبي. بدها تزبط. حبيبي هدول قدرت أمن لك ياهم بس ليك هذا العرض وهذا أهم شيء بيناتهم. اللي على الوش يعني. إيه أوف 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 شو هالعرض هاد؟ شيء مو معقول عن جد. برافو كيف حسنتي هيك تأمني هيك عروض؟ لك عن شو مفكر؟ أنا صفاء والأجر على الله. برافو عليكي. على هيك أسعار منيح ما فكروكي بالمالية. قلتك على هيك أسعار بدهم مو بس مالية وتموين كمان. معك حق. على شو بدنا نرسى؟ العروض كلها ممتازة والأمور تمام، بس نرسى على عرض الظهر إن شاء الله بخبرك. طيب أنت مو شايف إنه عم تبهروا الموضوع وتعطوا أكثر ما بيستاهل يعني؟ لك يا روحي شو عم نبهر الموضوع؟ ما شفتي أبو شادي شو مشتغل؟ لك شو مشتغل؟ شو مشتغل؟ لسا بتقلي أبو شادي شو عم يشتغل؟ امشي امشي سبقتك. ما عمل شيء عم ننتظر. خلصيني يا هذا مجنون. لك كل العالم تعمل مناقصات الا هو عامل لي اياها مزايدات. لا وعلى شو؟ ما خلي صوتك ما بقى الا يسهل. حسام الحمد لله منيح لما نادى لي. لا تأخذيني نظيرة خانم، تأخرت عليكي. لا ولو ما في مؤاخذة، أنا الحق علي اللي إجيت بهالوقت. لا لو سهلة فيكي، أنت بتشرفي إمتى ما إجيتي؟ بتعرفي صفوقة؟ أول ما جوزي قال لي إنه جوزك بده يعمل عملية لبست فورا وإجيت لعندك، حتى شوفي شعري ما ساويته ها. إيه حسمسم أفندي، قلي كيف شفت لي اختياراتي؟ ولو يا أستاذ أمجد. في مجال للشك باختياراتكم يا سيدي. تسلم لي عينك. إيه انا دائما اصلا معجب بارائك وبشواربك. ها معجب باثنين وبقول عنك حصيف. بقول دائما يا اخي هالحسام حصيف، اراءه حصيفه، ولذلك انت دائما بتشتغل عندي حبيب قلبي حسام. المهم انا بلا طول سيره، بدي منك يا حسام تزبط لي هيك كلمه شكر للدكتور وجدي، كلمه تكون مهمه وبتعمم لي اياها على كل الجرايد والمجلات اللي بتصدر بالبلد، بدي الكل يقراها. بتزد لي عليها هيك كم كلمه هيك طناني رناني من الكلمات الحلوه اللي بيرطم فيها لسانك الحلو. مثل ما بتأمروا، بس يعني انا مالي شايف حالتكم تستدعي كل هالاتصالات وكل هالاختبارات هي. شلون ما بتستدعي حسام؟ لا تخليني انزعى معك. شلون ما بتستدعي؟ لا تناقشني ثاني مره ارجوك. عم اقول لك انا بحب ارائك بتقوم بتقلي ما بتستدعي؟ شلون ما بتستدعي؟ عم اقول لك بدي قيم الزايده، الزايده الدوديه، بتعرف انه الزايده الدوديه كعمليه بتندرج بقائمه اصغر العمليات، اشكر ربك اللي خطر على بالي ساويها. بس يعني انا ماني شايف لا في الم ولا في وجع. فال الله ولا فالك، طبعا يا اخي ما في لا الم ولا وجع، وان شاء الله ان شاء الله ما راح يكون في لا الم ولا وجع. شوف طلع عليها بطبف صحتي على العالم. مو هذا اللي قرقني. ليش لا يقرقك؟ هلا بلا هالحكي الفاضي، قلي لشوف. كيف شفت لي اختياري لمستشفى النور؟ يا سيدي هي احسن واغلى مستشفى عندنا بالبلد على الاطلاق.
لا كثير تتحمس، تعال اقول لك. تعال، انت بتعرف انه هي المستشفى بيقولوا عنا مستشفى 5 نجوم؟ هلا يا سيدي، 5 نجوم 10 نجوم، المهم تعمل العمليه وتتعافى وتقوم بالسلامه. لك تسلم لي عينك، انت تسلم لي شواربك ما اظرفك. اطمن من ناحيه العمليه ومن ناحيه خوفك على صحتي. الدكتور وجدي طمني وقال لي تاكد تاكد يا امجد بيك انه قلع ضرسها اصعب بكثير من عمليه الزايده تبعك. وامتى سيادتكم ناويين تعملوا العمليه؟ ايمت سيادتنا ناويين نعمل العمليه؟ تعرف الخميس، ها تعرف ما في غير الخميس. الخميس اذا سويت العمليه كثير. لا لا لا، كيف غابت عن، لا 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 لا، راحت عن بالي. الخميس في عرس شادي ابن ابو شادي، ويا اخي بعرس شادي بتعرف كل الشباب بده يكونوا مشغولين بموضوع العرس وبده يكونوا حاضرين للعرس، ما حدا رح يتذكرني منو بساعتها. اذا قلنا بساويها الجمعه، الجمعه لا 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 لا، كيف نسيت الجمعه؟ عازم شخص كثير مهم على الغداء عندي بالمزرعه، واذا ما عزمته او لغيت العزيمه بتروح المناقصه من ايدي لغيري، لانه هذا الشخص ما بينتظرني، بروحه دغري. انا رايي استاذ تعملها السبت وتاخذ الاسبوع من اوله. مظبوط معك حق. لا لا لا، السبت كمان لا، لا سبت ولا احد ولا تنين، سبت واحد وتنين انا مشغول كثير. معناتها بتعملها ثلاثة. لا لا لا، والثلاثة كمان ما بيمشي الحال. الأربعة. الأربعة يا أخي صفاء، صفاء عندها استقبال، أنا شو بدي ساوي إذا صفاء عندها استقبال؟ ساعتها بدها تكون صفاء ملبوكة، ومعقول صفاء ما تكون واقفة معي بهيك موقف؟ ما بس الخميس. الخميس بس حسام، جبتها الخميس. يعني عليك شو ذكي يا حسام، كأنك بقلبي يا جبتها الخميس. الخميس خلص، بتتصل هلا بمستشفى النور بتحجز لي السويت الجناح رقم 14، سمعت انه هذا احسن واهم وافخم جناح عندهم، بتحجز لي اياه وبتاكد حجزها، ماشي؟ نعم مثل ما بتأمر. في شيء غيره؟ ما في شيء ابدا غيره، اذا صار في شيء غيره او استجد شيء انا ببقى بخبرك، يلا روح احجز بسرعه. امرك زكي، زكي هالحسام، زكي تسلم لي عينك يا حسام، كانه بقلبي الخميس، شلون خطرت بباله ما خطرت ببالي؟ مرحبا جار. اهلين جار، يا هلا. طمني صحيح مثل ما سمعنا؟ وشو سمعتوا جار؟ قال لك ساوي عملية كبيرة. شو عملية صعبة ومكلفة كتير يا جار؟ دعي لي الله ينقذني منها. قول آمين. آمين، الله ينقذك منها، وإن شاء الله ما في أوجاع، ما في آلام، ما في شيء. يعني بدك تقول عم تجيني كريزات كل 5-6 ساعات؟ لا تذكرني بزمانه هيك، بعيدا عنك التهبت الزايدة الدودية تبعي، ويا ما انت راني هيك محامل بطني وماشي مثل حية المشوبة، ولو تأخرت كانت فجت معي. وهلا كيف شايف لي حالك؟ الحمد لله بألف نعمة. ما قلت لي جار شو العملية بدك تساويها؟ عن إذنك. صفوقة خبريني قبل العملية بيوم مشان اجي وقف معك، اوكي؟ هي على فكرة يوم الخميس الجاي. على خير ان شاء الله. اهلين جارنا، شلون حاسس حالك؟ حاسس حالي مضغطة عشان اهلين جارنا. صفوقة باين عليه جوزك متضايق كثير، موجوع يا حسرتي مو هيك؟ طيب انتوا يلا خافي الله معك جاركم. صفاء لازم نغير العملية. شو الحكي اللي عم تحكيها؟ انا صار لي يومين ما خليت حدا من قرايبيني ورفقاتي الا قلت له عن موعد العملية. اطلعي لعندك. صوص، نحن عندنا مشكلة، طلعت عملية الزايدة ما لها مقدمات، ما لها اعراض بتسبقها، يعني طمغم واحد من وجهه بياخذوه على المستشفى بيشيلوا له الزايدة. شو هالحكي؟ ايه طيب ما مشكلة حبيبي، انت وقت بدك تفوت تعمل عملية اعمل حالك انه التهبت عليك. شو هالحكي؟ هيك بتصير القصة مكشوفة كثير. ما اقتنعت بهالفكرة، لازم اتصل بالدكتور مجدي وقول له يلاقي لي شي عملية لها اعراض لها سوابق، لأنه هيك بهالطريقة ببطلوا يصدقوا، ما عاد حدا بيجي يقب من فضح وكل رش الأنبوز بيروح على الفاضي. حبيبي حبيبي صفاء، أنا يمكن مضيع رقمه للدكتور مجدي. وين رقمه؟ ما بعرف، دور بدروج. وين بدروج؟ قولي لي وين رقمه؟ لك ما بعرف، شوف الدرج تحتاني.
قايلي الرقم انت. الو اهلين استاذ امجاد، طمني كيف استعدادك النفسي للعمليه؟ استعدادي النفسي دكتور الله يخليك، بالمختصر هلا بدي اياك تغير لي العمليه كلها، انا الزايده كلها على بعضها ما عاد عجبتني، لاقي لي عمليه ثانيه. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ صحتك بم وما فيك البلا، وانا اخترت لك الزايده لانه بالاساس زايده ولا تصلح لشيء. دكتور انا ما بعرف، بدك تلاقي لي عمليه ثانيه، ما شفت حدا وقلت له الزايده الا ضحك وقال لي قلع ضرس اسهل منها. بعدين مين هاد بقى اللي بده يتكلف ويجي لعندي مشان شقفه زايده؟ ما لها اعراض يا دكتور، ما لها اعراض سابقه. فهمت عليك، شو بدك شغله كبيره ومطنطنه؟ ايه ها؟ برافو عليك، هلا بلشت تفهم علي. ايه ما صار شيء، بعمل لك عملية الكولون إذا بدك، شو رأيك؟ كولون، كلسات، كرافات، المهم مو الزايدة، ماشي؟ ايه اليوم العملية، أكيد. مستشفى النور، مع السلامة. ألو، اليوم العملية، أكيد بتكون هنيك. بغرفة رقم 14، مع السلامة. بعت لي حمى، كيف قلت انا غرفة عواد جناح؟ لو سمعني امجد لكان قلعني يا بنتي. الو، ايه اليوم العملية بمستشفى النور، لا اكيد بتكون هنيك. ايه مجودة، شو رأيك؟ البس هذا وقت العملية؟ لك حبيبتي البسي اللي بدك يا اللي بدك يا، المهم شوفي لي ظريف هالروب دي شامبر ولا لا؟ بجنن كتير حلو. بتعرفي صفاء اللي عم نساوي أنا وياكي وخصوصا أنا جنان بجنان رسمي. ليش مجرودة؟ يعني أنت ما بتحبني؟ لك بلا، أنا اللي بحبه، معقولة يعني ما أكون بحبه؟ طيب ليش ما بضحي مشاني؟ استغفر الله العظيم، صوص تتغابي أنت أحيانا. لك انا بضحي مشانك، بس هالمره الطبخه كلها مرسومه مشاني انا، مشان الشيء اللي حكيانين فيه، افهمي علي بقى، مشان الشغل تبعي يا روحي. هلا انت بعدين شاني وشانك مو واحد، اذا كبر شاني انا بكبر شانك. يعني انا مو مستاهله انك تضحي مشاني، هيك افهم يعني. ولو ام الصوص شبنا كان فينا نساوي العزيمه بالمزرعه وبنعزم كل اللي بيهمنا امره، نحن بيهمنا نجذبهم واللي بيهمهم امرنا وبيهمهم اخر التطورات اللي نشأت علينا. ليش زيدي؟ هاي عملتها فريدة خانم وما زبطت معها، كل المعازيم ركضوا على الأكل ونسيوها، ما شافوها على الإطلاق. يا ستي كان فينا نختلق اختلاق عيد زواجنا، منساوي بغير وقته وبنعزم كل الناس وبنظبط اللي براسي واللي براسك. كمان عملتها نديمة خانم مرت وسيم وما إجا حدا من المعازيم. وليش بقى؟ أكيد حسبوها، لأنه أقل هدية بدها تكلفهم هديك الحسبة، ومقابل شو دخيلك؟ لقمة تبولة وقطعتين جيلي وقطعة جاتو وهيك شغلات. مسكينة تكلفت وعملت وما اجاها حدا وقفشت. يا خبيسة، مشان هيك اقترحتي انه ساوي عملية، مزبوط معك حق، هيك بيلاقوها محرجة ما يجوا لهون، بيلاقوني انا بوشو ناطرن. طيب وبلكي ما حدا اجا؟ ايه مو معقول، ما في حدا منهم الا ومسبق عليه انا، اذا واحدهم بيقول اخ بخلق فوق راسه خلقه. بس اذا ما اجوا يا صفاء اكلت لك صواب مرتب. انت حبيبي مين بهمك اكثر شيء يجي؟ بهمني بس الاستاذ نديم يجي يزورني، هذا اهم واحد، واذا اجى لهون وزارني بالمستشفى وشاف وضعي وانا عم اقول اخ وتعاطف مع وضعي بتوقيع صغير هيك طم غم بتروح على وفي وبربحها انا. قلت لي نديم؟ ليش انت ما بتعرف شو صار؟ لا شو صار؟ الاستاذ نديم استقال وهاجر على امريكا. عم تحكي عن جد؟ نغزه نغزه، بس هالمرة عن جد بدل اسعاف.
استناني هون لاعمل لك شوربه. لا 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 ما بدي اكل منه. يوه ما سمعت الدكتور شو قال لها؟ حبيبتي ماني نفسي احط الاكل بتمي. عدنان لا تكون مرعوب من اللي قاله الدكتور. لا لا ابدا ماني مرعوب. طيب لك عم قوم غير اواعي مشان نعمل خطه. خطه شو؟ خطه مشان ندبر مصاريف. اخ لك كانت صحتي مثل البم ما بعرف شو صار لي. كانوا رفقاتي بالشغل يحسدوني على الصحه. ليش هيك صار معي ما بعرف. بسيطه حبيبي بسيطه. مدري شو صاير لهم هالعالم كلهم عينهم ضيقه وحسودي. اخ بس ليش عينهم ضيقه؟ ما انا مثلي مثلهم. يمكن اني احسن مني كمان. بعت لي حمى ان شاء الله. خلص بقى لا تحط على قلبك هم. قوم حبيبي غير اواعيك انا فايته اعمل لك شوربه. لك انت لك مالي نفس حط الاكل بتمي بنو كرمالي. قوم مالي حسناء. قوم غير اواعيك. يا ترى ليش هيك صار مع عدنان؟ معقوله حسد؟ لا لا هي لا حسد ولا شيء. هي شغله تراكمت وتراكمت لحتى وصلت لهالحاله. يعني اخ دكتور يعني الشغله ان شاء الله مو مستعصيه. بكذب عليك اذا قلت لك شغلتك سهله. بدها متابعه وبدها علاج. يعني شو معه عدنان دكتور؟ الصوره عم توضح انه عم يعاني من عقده المصران. عقده مصران؟ يعني بالعربي يعني شو اسمها دكتور؟ اسمها عقدة المصران، يعني احتباس سوائل المصارين. سوائل محبوسة؟ يعني شايفة كلها هي من أكلة ست زبائي اللي سويتينا الجمعة الماضية. دكتور معقولة من أكلة ست زبائي؟ شو ست زبائي ما ست زبائي؟ هلا في مجموعة تحاليل بدي إياها تجيبي لي إياها ضرورية كثير إله. تحاليل؟ يعني ما بتكلف كثير؟ بكرة الصبح بتاخذيه على الريق على مخبر التحاليل وبتعملي له التحاليل رح اكتب لك اياها هلا وبتجيبي لي اياهم بكره المساء. قديش دفعنا التحليل؟ 300 ليره. وهذيك المره؟ كمان 300 ليره. قولي 600 ليره بظرف يومين؟ وهذيك المره دفعنا كمان للدكتور معاينة 650 ليره صاروا 1250 ليره. قولي على الحالة. لا تنسى انه عنا رجعة للدكتور. لك كان اول الرأس حنجلي. طول بالك. قولي حبيبتي قديه زاد بالمعاش؟ ما حسبتهم لساتنا باول الشهر. يعني قديه صرنا دافعين؟ اخ يا سيدي من لأنت يعني بين مصاريف دكانجي ولحام وفاتوره كهرباء وفاتوره تليفون هذا غير الاشتراك السنوي تبع التليفون اللي صادف هذا الشهر وغير الحكمه 4150 ليره. قولي قولي معناتها صرنا دافعين 150 ليرة فوق الراتب تبعي. حبيبي طول بالك شدة وبتزول شو عليك؟ يعني جتني انا مصيبة يا ربي. عدنان ولو قول الحمد لله على كل حال. ايه ونعم بالله. ياخذ اجازة؟ ايه تعبان كثير ما له قدران يتحرك. يا مدام لازم يكشف عليه دكتور المصلحة هو بيقرر يا بيعطيه اجازة يا ما بيعطيه. شو بنا حسين كأنك مالك مصدقني. هي وصلتي من مخبر التحليل هون حتى شوف التحليل اذا مالك مصدق. ما له قدران يتحرك وصلته على البيت واجيت دغري لهون. يا اختي والله مصدقك بس هذا الاصول لا تحرجيني. الاصول اصلا لو في اصول بيجي هو ورفقاتي وبشقوا علي بعدين بجيب معه دكتور المصلحه. تعال حبيبي انا برايي تنزل بكره انت على الوظيفه وتشوف الدكتور. بكره شو بكره؟ بكره الثلاثه. ايه الثلاثه بيكون دكتور المصلحه موجود. يو ليش ما بيداوم كل يوم؟ لا لا بيداوم بس احد وثلاثه بعدين كل دائره حكوميه الموظفين بيحكموا مرضتهم على جاي الدكتور نحن بنحكمها على الاحد والثلاثه. دخلك بركي واحد مرض يوم الخميس بيستنى للاحد او الثلاثه. خذ اشرب لك كاسه مي اخذت الدواء.
ما بعرف، ما عم اتذكر شيء. قولي نتر، شفتي هالاسانسير شو بنتو؟ تضربوا انتو هالاسانسير؟ ايه وين؟ شو الطبالة؟ انت انت بدك تصيري تفهمي، هي الطبالة، هي الطبابة. ايه يعني دكتورة؟ ما فوت لعند دكتورة. مو دكتورة، دكتور ودكتور صغير كمان، مدري شلون جايبينه بالواسطة يمكن. وفي حدا؟ تعي تعي لنشق على الشباب. خير خير ان شاء الله. شو في؟ ما في شيء ابو خليل، شويه هيك ارباكات معويه. لا معافي ان شاء الله، معافي. الله يعافيك يا رب. وين الدكتور ابو خليل؟ ما اجى اليوم؟ لا اجى الدكتور الصبح وطلع على الطابق الرابع، في عنده شويه شغل فوق بالطابق الرابع. بيطول؟ لا ما بيطول، من 10 دقائق اخذت لهم الشاي. حاكم عزمت الانسجيان على اكله فول. فول بالطابق الرابع؟ الطابق الرابع. بالطابق الرابع، روح 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 اندهله اندهله عن جد، لانه كثير تعبان. انا مالي حسنا اروح لعند روح. اي ماله نافوخي، بس سوينا كشوب كاس الزورات، هي كثير منيح على التلبكات المعويه. مالي حسنا. اجا اجا الدكتور. اهلين دكتور. اهلين دكتور. عن جد صغير؟ ليك يا ابو الوص. شو الظاهر اخي موظف عنا؟ ايه دكتور، انا عدنان عزمي، موظف بالشؤون الاداريه. اهلا وسهلا، تفضلوا استريحوا. حطيني على القريب، على القريب، هذا القريب. الو مرحبا، وديتوا لي الاكلات على البيت؟ حلال علي، دخيل عينك حبيبي، سخنين اكيد. ماشي ما بتاخر انا. خلص وبيجي، يعطيك العافيه. ايه اخ عدنان، شو عم تشكي هلا؟ والله يا دكتور معدتي كلها كادمة توجعني، حاسس حالي ممغوص وما عم بقدر حوص. حاسس حالي معدتي مثل الحجار وما بو عندي جار. شو ساوي وشو كمان؟ يعني دكتور انت اكبر قدر، بالمختصر معه كتام. ما مطلع يعني. بسيطة بسيطة، اكيد اخذ برد ومخبص الاكل، شرف ما اخ يا دكتور. عم تحكي؟ على مهلك على مهلك. على مهلك حبيبي. سطح سطح. يا دكتور حيا يا دكتور. نحن امبارح احنا عند دكتور سامح. ايه عرفته. وقال لي ايه، قال له انه هو شاكك، يعني انه يكون معه عقد مصران دكتور. ايه دكتور، وطلب منا شوية صور وشوية تحاليل، والصور ليكن مع مدامتي برا. ايه ليكن معي دكتور. هو اكيد فحصك على الايكو لكن. ايكو ما كان هنيك، فحصنا على القلب. يعني حط الآلة على بطنه ومشاها وبعدين هي صارت تصفر دكتور. نعم دكتور، بيب 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 بيب، صارت تزمر الآلة. فدكتور يعني نحن الحقيقة عم نلف وندور كثير، نحن جايين لعندك يعني طمعانين منك بإجازة. ايه الله يخليك دكتور، عطينا إجازة. يعني عن جد يا جماعة ما بعرف شو بدي لكم. شو بدك تقول دكتور؟ يعني انت شايف عدنان عن جد هو مريض، ما عم يتمرض مثل باقي الموظفين. يا اختي انا كان بودي اخدمكم، بس المدير منبه علي انه ما اعطي اجازات مرضيه لحدا. لك هلا المدير شايفها. ما يخليك. ايه يا استي ما عارف شو بدي اسوي لكم. يلا بس يلا خليه يسوي اللي بده اياه. بكتب لك اجازه. يا عيني عليك شر. يا حبيبتي يا للقمة، هذا اللي بيمون عليه. شو بده يساوي يعني؟ بكره رح نشوف الدكتور سامح بيعطينا تقرير طبي. طبي بتعرف؟ باينتوا الدكتور تبع الوظيفه تبعكم قلبه طيب وابن حلال، بس ليش ما قال لك انه هو بيعالجك؟ شفتي وقت طلع لبرا ودعني قال لي باي، قال لي انا طبيب عام ما بفهم مرضك، اعطيني التحليل لتشوف شو معي، انا مالكي بعرف. ليكو بس انت شو فهمك في حبيبي؟ خود على كل حال انا رح فوت اعمل لك كاسه زهورات مثل ما قال ابو خليل. مثل ما قلتي انا شو فاهمني؟ ما بفهم. وين الآلة حاسبة؟ آلة حاسبة وين حطيناها؟ ناقصنا؟ معقول نسيت عند دكتور؟ يبدو لي ان الرجل لا يكون كاملا الا اذا توفرت له 6 نساء. شو بدنا بهالشغلة؟ إذا أردت أن لا يتفاقم مرضك وأن لا تصل إلى حالة الخطورة، يجب أن تراجع الطبيب المختص لكي يشخص لك مرضك، وإلا لسنا مسؤولون
فاتصل بمكتب دفن الموتى، العنوان الباب صغير. ان شاء الله لا يوفقك على الخبرية. انا شو بدي ساوي واحد مثلي شو لا يوفقك على الخبرية. احنا قلي الدكتور انه بدك عملية، لك انا اذا بشوف واحد عم يجع راسه ولي بيجي علي راسي شلون بدي اتحمل هيك مرة واحدة؟ وليه انا قامت المصيبة اللي وقعنا فيها شو بدي ساوي بحالي انا؟ ما بدي روح بحالي، ماني غير ظبط الامور غير الطريقة هي. حبيبي شو بك؟ شو حاسس؟ ليش عم تحكي حالك على المراية؟ ما عم بحكي حالي، بس حبيبتي يمكن شغلتي بدها عملية. خير مشي. شو عملية ما عملية؟ اللي كل شيء الا العملية. انكسر الشرط حبيبتي، انكسر الشرط. ما انكسر شيء الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. حبيبتي يعني عندي احساس انا انه شغلتي بدها عمل جراحي. حبيبي طيب نفرض انه بدها عملية جراحية، من وين بدنا نجيب مصاري؟ ما انا هذا اللي عم يضعفني اكثر، كل ما بفكر بالعمل الجراحي ومين بدي اجيب مصاري؟ وام مرض بزيادة، يا ربي دخيلك. طول بالك حبيبتي. تعال نشوف بركي هون بنلاقي حل رخيص. إذا عيلك إذا شعرت بنغزة في جنبك الأيسر فهذا يعني أن جنبك الأيمن سليم. يا سلام. وإذا شعرت بضغط في صدرك الأيمن فهذا يعني أن صدرك الأيمن موجود. والحمد لله. هي ارشادات ولا كلمات متقاطعة؟ وين آلي حاسبة؟ شو بدك فيها؟ بدي احسب قديش زاد من الراتب. زايد معنا 2500 ليرة. ما حطينا 1200 مشان التحليل. لا غير ال 1200 في معنا 2500 ليرة. ايه الحمد لله يا رب. طمن استاذ عدنان، شغلتك بسيطة. بس بدك تقلي بصراحة، انت كيف وضعك المادي؟ موظف مثل كل هالموظفين ويمكن اقل شويه. يعني هو دكتور موظف بالارشيف، ومثل ما بتعرف موظفين الارشيف لا شفط ولا عفط. عفوا دكتور، يعني نحن ما قصرنا، نحن دفعنا حق الصور والتحاليل ودفعنا للسكرتيرة المعاينه والمراجعات، فليش عم تسال عن وضعنا المادي؟ الحقيقه انت لازمك عمليه وفوريه. عمليه؟ قولي على قامتي ان شاء الله، نحن كل شيء عاملين حسابه الا حساب العمليه، انت حاسب حساب العمليه عدنا؟ لا كمان عمليه بلورايد بده اياها فوري. الوضع صعب وما بيتحمل الانتظار. دكتور ما بتاجل موعد العمليه شوي؟ ها؟ انا برايي ما في داعي للانتظار، العمليه فينا نقول عنها اسعافيه. دكتور يعني نحن الحقيقه يا دوب عم نداري المعاش ونعيش فيه طول الشهر، وهيك فجأة تجي انت وتقول عملية طمغم؟ يعني بصراحة دكتور ما انا مستعدين لهالشغلة. دكتور شو رأيك يعني تأجل العملية ليصير معنا مصاري؟ وامتى يا استاذ عدنان ممكن يصير معك مصاري؟ يعني بتقدر تقول شي 25 يوم. يعني بتقدر تقول اول الشهر؟ ايه بس مو على مسؤوليتي، ممكن بهال 25 يوم يصير مضاعفات. دكتور برأيك قديش بتكلف العملية؟ هاي الشغلة عايدة إلكم، بعدين حسب المستشفى اللي بتحبوها. بنحبها؟ نحن بعمرنا ما دخلنا مشافي ولا بنحب نسمع عنها. الله وكيلك يا دكتور، بنكون ماشيين بالطريق بنشوف بوشنا مستشفى ما بتلاقينا غير صرنا مثل المجانين، بنقطع الطريق وبنغيره. بالعكس، احمدوا ربكم إنه هلا العلم تطور وصار في عنا مشافي ممتازة. دكتور لنفترض إنه مستشفى عادية يعني حكومية، شو بتكلفنا؟ للأسف، أنا ما بشتغل بمشافي الحكومة. يعني لنفترض دكتور مو مستشفى يعني حكومية عادية وخاصة بس للدراويش شروانة. لك اسكتي انت بتعني في مستشفى خاصة وورا الدراويش؟ دكتور انت بالنسبة إلى يعني مع انه مستشفى متعاقد؟ انا بقترح عليكم ثلاث مشافي، يا مشفى النمر الوردي، يا اما مشفى السعادة، او مشفى مشروع العمر. دكتور طيب اختر لنا انت وحدة بترتاح لها. بالنسبة لوضعكم بتصور مشفى مشروع العمر أفضل، لأني أنا بمون على مجلس إدارة تبع أمن لكم خصم. طيب يعني قديش تكلفنا العملية؟ يعني بدون إجرتي ومع خصم 10% بحدود 30,000. 30,000؟ لا خلينا أنا كان على مستشفى النمر الوردي أرخص لنا. قولي على قامتك يا لينا، نحن من وين بدنا نأمن مبلغ 30,000 ليرة؟
لك حاجة تضوجي بقى، كل ما بعمل حساباتي بتردي بتضوعيني، صرنا مأمنين من مبلغ 12000 ليرة. شلون تجمعوا معها؟ إذا بعنا التلفزيون ب 8000 والغسالة ب 4000، هي صاروا 12000، شلوني معي؟ لك لسه الغسالة ما كملنا أقساطها. لا حول ولا قوة إلا بالله. المبلغ كبير، شلون بدي أمنه؟ حليها أنتِ لشوف. شو رأيك تاخذ مصاري من أخوك إحسان؟ أخي إحسان ما معه يمشي. من جمعتين شفته عم يدين 2000 ليرة مشان يدفع فاتورة الكهرباء. حبيبي أنا كنت أخذت من جوز أختي بس لا لا لا، جوز أختك لا، ما بقرب عليه حتى لو بدي موت. بتعرفي الفرنك السوري؟ إيه بعرفه. ما بأخده منه. طيب شلون بدنا نجمع هيك مبلغ؟ شلون؟ يا حبيبتي أنت بتحبيني؟ لك أنا بموت عليك. يعني مستعدة تضحي كرمالي؟ أنا كرمالك مستعدة نام على البلاط. بتنامي على البلاط؟ إيه بنام على البلاط. شو عليه؟ على البلاط على البلاط؟ على البلاط على البلاط. خلص معناتها غرفة النوم حقها 60000 من بيعها. بالله؟ شبه؟ إيه مثل ما بدك ابن عمي. يعطيك العافية عمي. شو عم تسوي؟ شوفت عينا شوفت نور. بيع ولا؟ بيع بيع. لكن ما عم تنقلوا. لا بيع. يعطيك العافية. عافيك. شو قصة سعيد؟ قالوا لك مثل ما قالوا لي بايع غرفة النوم؟ ايه سيدي، سألت العمال وقالوا بايع غرفة النوم. نياله مو متنا. عم يلعبوا بالمصاري لا، مو مثلي انا وياك، لكن كسر التخت تبعي وقع على الارض وما بعي يصلحوه. أب سعيد، الأستاذ عدنان موظف حكومي مو مثلي انا وياك. المعنى؟ المعنى انه وارده منيح، مو مثلي انا وياك عم يلعب بالمصاري لعب معاشه. معاشه، أنت قلتها. شلون راحت عمالي هي؟ يا من ترى رايح جاي رايح جاي. عليم الله صار لي 3 ايام عم شوفهم عم يرجعوا باخر الليل مروقين اخر رواق. هاي صار معنا اجار العمليه وحق الدواء لبعد العمليه. حبيبي عدنان الدكتور ما قال لك قديش بدك تضل تحت العمليه؟ ساعتين. بس ليش هالسؤال؟ الله يعلم شو بده يصير بحالتي بهالساعتين. هاي يا لينا الله يعلم قديش خايف انا من العمليه. العتره مو عليك، العتره علي انا. انت تحت البنج مالك حاسس بشي، بس انا اللي وحدانيه. حبيبتي انت قصه تصير العمليه هذه وقري لي قران، انا خايف كثير من العمليه. حبيبي الله يعلم قديش عم بدعي لك. الله يخلي لي اياك. شوف لينا انا بدي اقول لك كلمه بس خايف تزعلي مني. قول حبيبي عدنان، قول ولا تخبي بقلبك شيء. اذا صار لي شيء بغرفه العمليات لا سمح الله بدي اياكي ما تزعلي، لانه هيك الله بيكون رايد. حبيبي عدنان لا تحكي هالحكي، لا انت اول واحد ولا اخر واحد رح يموت، قصدي رح يعمل عمليه يعني. معلش معلش مدري ليش انا هيك قلبي على بطني. معك حق حبيبي، معك حق قلبك ينطر. العمليه الى رهبه، بس اهم شيء اهم شيء تحط عينك بعين الله وتتكل عليه. اه ونعم بالله. طمني دكتور شو صار مع عدنان؟ الحمد لله الحمد لله، هلا بيطلعوا. يعني فكيتوا له عقدته؟ اخ يا مدام الحقيقه ماني عارفان شو بدي جاوبك. شو مالك عارفان شو بدك تجاوبني؟ واخ يا مدام شو صار معك؟ طولي بالك يا مدام طولي بالك، عدنان ما صار له شيء، تشخيصي انا اللي طلع فيه شيء. يعني طلع معه شيء ثاني غير العقده؟ ما طلع معه عقده، طلع معه شويه غازات، هي كل الشغله.